طيب معلش كده حصل بس كان مشكله. ماشي، المهم احنا كنا بنطبع ريسبونس جيسون 0، كان بيقول لي ان الكي ايرور، بس الكي مظبوط. احنا طب تعالى خلينا نطبع بس الايه الجيسون كله على بعضه، بس خلينا نبص عليه تاني. احنا نسينا ايرورز، هو جوه الاوبجكت ايرورز الاول وبعد كده الاري. احنا دخلنا على ان هو الراجع لي كله عباره عن اري، لا راجع لي مش اري، راجع لي ايرورز جواها اري. انا اقول له ايرورز جواها اري، يبقى معلش يبقى احنا الاول من الجيسون ده محتاجين الايرورز، ما خدناش بالنا بس التفصيله بتاعتها، وبعد كده جواها اري دي انا عايز الاول اول ايه، ومنه انا عايز الكونتنت. تمام، ومنه انا عايز الايه الكونتنت. بسم الله كده نجرب. ايوه الله ينور كده، بطلع ايرور. قال لي ادي الايه، ادي الايه الاكسبشن بتاعي بالكامل زي ما احنا شايفين. تمام، الاكسبشن اصله ايه؟ قال لي كلاس مستعد باسم الكلاس. خلاص احنا عرفنا اصلا هو بس ام احنا كنا ساكنين، وبالتالي لما نعيد بقى التشغيل اللي احنا عملناه دوت على اربع وحايد، جاب لي ادي الايه 34 على 0 اللي هو فريد. لو جيت عملت رن تاني جاب لي اللي هو 3 وحايد على 2 اللي هو محمد، اللي هو 35 على 0 اللي هو الديفلوبر كده اهو. ويقدر يجد البيانات بتاعتي بدون اي مشكله. طب لو انا عايز اعمل، طبعا ده على وان انكريز، طب لو انا عايز اعمل سيرش انكريز يعني عموما، يعني اقدر اعمل سيرش انكريز ويبقى السيرش يعني شكله كويس وبيجيب نتائج كويسه، نفس الفكره دي.